أهلا بكم مشاهدينا، نستمر في تقديم فقراتنا برفقتكم صباحا، ونبقى الآن مع الماء والإنسان وعلاقة الإنسان بالنهر. بالتحديد نذهب عبر تجوال كاميرا قناة الشروق إلى عطبرة والأدبراوي لنتابع هذا التكامل الأصيل والجميل من خلال فقرة بلدنا حلوة مشاهدينا. وجر القول عليه الموت ليف وعوير دل لسد النتر يتخذ نهر أدبرة من شرق وشمال السودان مسارا لمجرى مياهه بامتداد طولي يتجاوز به بقليل 800 كيلومتر، بدءا من منابعه بالهضبة الأثيوبية وحتى مصبه في نهر النيل عند منطقة المقرن ومدينة عبرة 300 كيلومتر شمال الخرطوم. لكن فلنقف بدءا عند أسرار تسميته بنهر أدبرة وأصلها والتي أرجعها المؤرخون لروايات ثلاث. رغم التشابه النسبي ما بين الأدبراوي والنيل الأزرق في الاقتران والالتحام مع النيل عند المقرن وسرعة الانحدار وكثافة الإطماء، إلا أن هناك اختلافا في نظام التصريف النهري، كما أن نهر أدبرة يساهم في مياه النيل عند نقطة الالتقاء بالمقرن بمقدار الثمن. الأدبراوي يجلب للنيل ما يعادل تقريباً 9.5 بليون متر مكعب من المياه، والنهر من المنبع وإلى المصب السودان يغطي ثلاث مناطق متباينة. يبدأ نهر أدبرة عادةً فيضانه في يوليو متأثراً بالأمطار الصيفية بالهضبة الأثيوبية، حيث يبلغ ذروته في منتصف أغسطس وتقل المياه فيه تدريجياً في نوفمبر قبل أن تبدأ في الانحسار وتنعدم في ديسمبر ويناير. ويواجه الأدبراوي جفافاً في الفترة من فبراير وحتى يونيو، وهي من أقصى الفترات التي يواجهها سكان النهر على الضفتين، حيث ينتج عن ذلك بيئة قاسية تتأثر بها سلباً المنطقة في الحياة العامة. ما يقارب 80 قرية ومنطقة تنتشر على طول الضفتين الشرقية والغربية لنهر أدبرة بولاية نهر النيل بنسيج سكاني يتميز بالتنوع والتداخل القبلي والتجانس والتواصل الاجتماعي والثقافي. تراث إنسان منطقة الأدبراوي يتشكل من منتوج التنوع القبلي لقرى الضفتين ومضارب الوديان والخيران، وهو تراث وإن اتسم بالتباين النسبي إلا أنه يتحد ويلتقي في القيم التي يشيد ويحتفي بها التراث، والتي تمثل تقليدا وشيما وشمائل تأصلت في إنسان المنطقة في عاداته وتقاليده وحياته الاجتماعية. وتبرز على الضفتين مناشط اقتصادية مختلفة، لكن الزراعة والرعي هما الأبرز في منطقة تعتمد في نظامها الغذائي على الحبوب، غير أن هناك الصناعة البلدية التقليدية التي تعتبر هي أيضا ملمحا أثر الخصائص الثقافية للمنطقة. وهنا تأخذ صناعة الفخار بمنتجاتها وأدواتها ومواعينها الفخارية والتي تستغل لأغراض الحياة العامة بالمنطقة. فصناعة الفخار إذن لم تندثر أو عفى عنها الزمن أو طالتها يد التغيير بفعل هجمة المنتجات البلاستيكية والخشبية والحديدية، فهي تحتفظ برونقها وطبيعتها كما شخصية إنسان الأدبراوي. مثل الأدبراوي في فترة سابقة أحد الموانع والعوائق في سبيل تقدم الحملات العسكرية البريطانية الغازية للسودان تحت إمرد اللورد هربرت كيتشنر في القرن 18، فكانت الحاجة لإنشاء قنطرات حديدية تعبر بها قوات الضفة الشمالية الجنوبية لنهر أدبرة، فجاء هذا الجسر العتيد التأييد كأول جسر رابط بين ضفتين في تاريخ السودان قبل أن تتبعه جسور